مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة، وتقريبا كده رجعنا للجد تاني. هنوقف الاحتفالات مؤقتا، عندنا ماتش مهم بكرة في كاس مصر طبعا مع نادي الاتحاد. الاتحاد فريق كبير والمباراة مهمة، ومحتاجين طبعا كامل التركيز من اللعيبة ومن الجهاز الفني، وده اللي حاصل. كلنا ثقة فيهم، وخلاص بقى الثقة زادت قوي اكيد بعد افريقيا. احنا هدفنا الحقيقة دلوقتي ان احنا نحقق الثلاثية التاريخية. خلاص خدنا الدوري الحمد لله، الدوري المصري، وخدنا دوري ابطال افريقيا عن جدارة واستحقاق، ودلوقتي كاس مصر، غير طبعا اهداف ثانية كتير، سوبر محلي، سوبر افريقي، كاس العالم للانديه، كل دي اهداف قدام عينينا. وفرحتنا بدوري ابطال افريقيا مش هتخلينا ننساها ابدا، لانه دايما زي ما بنقول ان احنا عايزين كل بطوله ندخلها نراهن عليها ونكسبها باذن الله. ان شاء الله لو قدرنا ان احنا نفوز بمباراه بكره هنقدر ان احنا نوصل للنهائي اللي هيكون 5 ديسمبر، يعني نهائي تاني وفرحه تانيه وبطوله تانيه تماما. نتمنى ان احنا ان شاء الله تكون من نصيبنا. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره. هتاخدي كل البطولات كله. مش هتسيبي حاجة. هو النادي الاهلي عودنا على كده خلاص بقى. مساء الخير يا ساره، مساء الخير على كل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد وحلقه جديده والسادسه. الحقيقه يمكن بمناسبه كلام ساره عن البطولات، كلام كتير الحقيقه النهارده خارج على مباراه نهائي سوبر افريقيا، والكلام على انه، وده اللي احنا قلناه امبارح، انه ماتش مهم جدا طبعا، نتمنى الاهلي يكون جاهز ليه، لانها بطوله لا تقل اهميه الحقيقه عن بطولات المحليه سواء دوري او كاس. بطوله من ماتش واحد، لكن تبقى وتظل بطوله مهمه. الكلام طبعا على انه المباراه احتمال الا تلعب في الموعد اللي تم الاعلان عنه 10 ديسمبر، ولا في المكان برضو اللي تم الاعلان عنه القاهره، ده على حسب تصريحات مسؤولي نهضه بركان اللي بيتكلموا على انه لم يتم ابلاغهم بموعد المباراه 10 ديسمبر، وايضا عبروا عن عدم موافقتهم على انه المباراه تلعب في القاهره. المستجدات تروح لفين؟ ده اللي هنحاول نحن نتعرف عليه في تفاصيل حلقه النهارده. موضوعات كتيره كمان، واصداء الاحتفالات طبعا بالبطوله الافريقيه، وطبعا جولتين مهمين جدا ان شاء الله لو قدرنا نتجاوز مباراه الاتحاد بكره نوصل نهائي كاس مصر، وهي بطوله مهمه جدا بالنسبه للاهلاويه، نكمل بيها خماسيه اعتقد الى حد كبير انها ان شاء الله هتكون مضمونه، حققنا منهم اثنين، فاضل ثلاثه، كاس مصر، سوبر افريقيا، والسوبر المحلي ان شاء الله لما يؤون اوان.